أعزائي المشاهدين، مرحبا بكم في برنامج وجه لوجه مع أخوي الكبير الإعلامي أحمد شمس الدين. مساك الله بالخير. أيوة مساك الله بالخير أبو أحمد، حياك الله أستاذ محمد. صعب تحاور إعلامي مثل أحمد شمس الدين. لا العفو، سعيد جدا بوجودي معك على الهواء. طول بعمرك في هذا المكان وهالمحطة الطيبة الرائدة. جزاك خير. وقبل لا أدخل كنت مع الشيخ أبو محمد، حقيقة استمعت منه لكلام حلو ونصائح طيبة، وقريت فكرة في توجيه الإعلام نحو القوة، نحو العطاء، نحو تنمية المجتمع، نحو كويت أفضل، وإن شاء الله الكويت دائما الأفضل إن شاء الله. وأنا أقول دائما الكويت هي الأفضل يا رب، حتى لو ها خفينا شوي لكن نرجع أفضل أفضل. تاريخ يقول ما عليك، أنت ديرتك ما شاء الله ديرة خير وبركة. نعم، وفيها الخير وأهلها طيبين ومقيمينها طيبين ومحبينها طيبين إن شاء الله. بإذن الله، والله عسى الله لا يغير علينا. الله يغير علينا إن شاء الله. أخوي أحمد، صفحتك الباب المفتوح في جريدة القبس. القبس نعم. نعم. اللي قاعد تتلقى هموم المواطنين، مشاكل المواطنين، تحل كثير من المشاكل. خلينا نقول بدايتك شلون كانت في الباب المفتوح وهالعمر المديد، أنت قلت لي 31 سنة. نعم، من 85. 85. من ديسمبر 85. تكلم لي عن هالتاريخ الطويل الجميل في الباب المفتوح. والله شلون بدت الفكرة؟ الفكرة جت فجأة كذي، خبط عشواء على ما قال. كان أيامها رئيسنا رئيس المحليات الله ما يسيب الخير الأستاذ نبيل السويدان. فرحت له قعدت معه، عرضت عليه الفكرة وعرضت عليه عدة أسماء، وشيء اسمه طابع بريد، شيء اسمه بين السائل والمسؤول. وحطينا الباب المفتوح، قال لا خليك على الباب المفتوح يا أحمد. ومنها بدأنا منذ تلك اللحظة وحتى هذه اللحظة إن شاء الله، والباب ولا زال مفتوحا وقلوبنا مفتوحة لكل من يلجأ لنا من خلال هذا الباب المفتوح. الله. أيا كانت مشاكل اجتماعية، مشاكل إنسانية، مشاكل مع المسؤولين، نجد الحمد لله تقريبا ما نسبته فوق 75% تجاوب واستجابة. هذا الشيء يشرف، شيء جيد، والمتلقي يستانس اللي هو القارئ اللي عنده مشكلة، اللي عنده حالة إنسانية، الأمور ماشية حلاوة. ساعة كم تداوم بالجريدة أحمد؟ أنا أروح الصبح. الصبح على أساس أتلقى المكالمات وأربط، أحيانا أربط السائل بالمسؤول. يعني اتصل الوقت بالمسؤولين، اتصل وانت يعني بمكتبك تتلقى الشكاوي وتصل على فلان، اتصل بالمسؤول. يعني مو كل الشكاوي تنشر ابو احمد، في شكاوي كثيره ممكن نحلها مباشره، نتصل بالمسؤول او نبعث صاحب الشكوى الى المسؤول، الى العلاقه العامه، الى المسؤول شخصيا، والامور تحل. يعني اخر شغله سويتها كانت مع وكيل المرور أخوي اللواء عبد الله المهنة، أبو عبد الله أبو النعم، جدا متعاون. كانت عندي حالة حقيقة شفتها غريبة وكلمته، قلت له أبو عبد الله في كذا كذا كذا، قال خليني يا أخ أحمد، وراح له وحل المشكلة بكل سهولة ويسر وسلاسة. أخ هندي، هندي، وقفوه بالجليم، إيه، خذوا رخصته ودفتره وما أعطوا مخالفة. يقول حنا ما أدري إيش أسوي، وين أروح وين أجي. كلمت اللواء قال لي خليني أحمد، درس مشكلته، أخذ رقم المدني وتوصل إلى حل جدا أسعد هذا الإنسان، ورد النقاط، حط النقاط على الحروف والمياه إلى مجاريها. أحمد، أستاذ أحمد، يعني قاعد تتلقى حتى من غير الكويتيين مشاكل؟ طبعا طبعا، مفتوح للكل. بابنا مفتوح للجميع، يعني تقدر تقول أبو أحمد 60% لغير الكويتيين و 40% كويتيين. نعم نعم، ما في كويتي غير الكويتي. حلو. كل شخص يعيش على تينا شغلات من برا، استفسارات من برا، حالات إنسانية من برا، من برا الكويت، برا الكويت، وأيضا نقوم على حلها قدر الإمكان طبعا إذا تصلح مع صفحتنا. قضية تأثرت فيها وما قدرت تحلها أحمد، فعلا تأثرت وكنت ودك تحلها؟ والله كثير أبو أحمد. وتتأثرني، تأثرت نفسيا؟ إيه تأثرت، لأنه صاحبه ما قدر يوصل إلى نتيجة. يبدو أنه كان عنده ولد مريض مصاب بالكانسر، أبعيد عن الجميع إن شاء الله.
فحاولنا معه بشكل أو بآخر ومع المسؤولين وكنا في صدد المتابعة الأولية أول بأول. ولكن فاجأني بعد فترة دق علي قال لي أخ أحمد وقف الموضوع لأن الولد اللي كنا نتابع موضوع أعطاك عبره. فهذه الحالات تمر علينا وايد أحمد يعني كثيرة جدا 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 حالات لا تعد ولا تحصى. ما تشوف أحمد بالآلاف إن لم تكن بعشرات الآلاف اتصالات إيش كثر أحمد يعني الواحد يعني أنت كإنسان من الصبح تروح تتلقى هموم 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 ترجع بيتكم شلون؟ قلبي يعورني رحت من مدة شهر كنت مركز صباح أحمد للقلب صديق عيل انت صكوا على قلبي وانا حل مشاكلهم لكن عند زميل هناك ملفك يمكن ايه موجود موجود حتى يقول لي الدكتور يقول لي لا انت وزنك زايد ولا انت عندك سكر ولا تدخن ايش فيك؟ قلت لك هذا صدق فعلا ترى هذا على فكره انا انصح كل المشاهدين اللي يتابعون هذا البرنامج الطيب الابتعاد عن هذا الابتعاد عن الهم ابتعاد عن التفكير لأن فعلا ما يجيب الواحد أرض إلا هذا وإن شاء الله الأسباب التي تؤدي إلى استخدام هذا في غير محله تنجلي وتبتعد عنه إن شاء الله. لو كان باب المسؤولين مفتوح يعني تذكر قبل الغزو كان يوم الأثنين ديوانية الأثنين كان الوزراء يبطون أبوابهم المسؤولين تستقبل. اليوم أنا من هالمكان كنت أقول يا مسؤولين يا يا الحلال بطلوا أبوابكم بلا جيش السكرتاري الموجود مجدين يعني اسمعوا هموم المواطنين. والله العظيم أنا يمكن قلت لك يا أحمد لو يسمعون هموم المواطنين أبوابهم مفتوحة توقف برنامجك. أنا ما عندي برنامج أسكره صحيح ما نقدر لا المشاكل ما تخلص البرنامج راح يستمر إن شاء الله شو رأيك فعلا يعني عودة إلى سياسة الباب المفتوح تعود إلى سياسة الأبواب المفتوحة للوزراء يوم الأسبوع صدقني نص ما نقول ثلاثة أرباعها نص الثلث إن لم يكن نصف المشاكل المتعلقة بالناس اللي لها علاقة بالوزارة هذه أو هذه ستحل نعم وديا نعم مباشرة بين المسؤول والسائل. ويا ريت تعاد يعني دواوين الاثنين كانت رائعة جدا دائما كنت تطلع على الوزراء أكبرها وأسمنها وتقعد معاهم ويحلك ياه لأن يملك السلسة وتقعد شخطة قلم ينادي مدير مكتبه انتهى روح لا تروح القبس أحمد شمس الدين الباب مفتوح ولا تروح حق محمد الملا قناة الشاهد نعم. كل شيء نحل بالود والمحبة ولا تروح حق النائب إنك تعطيه معاملة في ممكن حلها من خلال مسؤول صغير يقدر يحلها الخشوم ما صارت الحين هاي مشكلتنا احنا ما له من ندش في السياسة خلنا بعيدين ما له بندش أقول يعني حلوين اليوم حلوين إن شاء الله حلوين وأنا قلت قبل أن نبتدي لا تهوش شوي لا أنا قلبي يعور حبيبي إن شاء الله ما يعور قلبك الكويت دائما بخير اليوم تناقشت أنا وياك على قضية مهمة قضية طلبتنا في استراليا صحيح وأيضا هذه القضية نفسها في أمريكا قاعد يواجهونها وفي أجزاء أيضا قضية الطلبة في بريطانيا لكن خلنا نركز على القضية في استراليا. اليوم طلبة الابتعاث وإصدار الفيز يعني كثير من الناس الطلبة يمكن في ناس أنا أعرفهم في أمريكا كان 4 سنوات السنة الأخيرة ما يعطونا فيزا وعدم تجديد فيطيح بمشكلة شنو النصيحة وشنو نقدر نحل المشكلة هذه؟ أتمنى في هذا الصدد لأن أنا عايش حالة إنه يكون في تنسيق ما بين وزارة التعليم العالي إدارة البعثات. أنا اليوم على فكرة اتصلت بالأخ محمد المعتوق حلو مدير البعثات بس ما رد علي لسبب ما يا منه مشغول أو خارج الكويت وتقول له يا أبو خليفة طلبتنا المبتعثين أو اللي ناوي تبعثهم من الوزارة الأسترالية كثير منهم لا يحصل على التأشيرة من السفارة الأسترالية صحيح علما أني نشرت الموضوع بالجريدة ورد علينا السفير الاسترالي بشكل لائق جدا كذا كذا وقال انه خلال 48 ساعه والامور كلها ولكن هناك في انه مو معروفه ما يقول لك ما يعني انت ممنوع ما يعطونك السبب تومورو افتر تومورو نيكست ويك افتر نيكست مانث وتقعد لك فتره. هذا الشخص اللي عرفه زوجته راحت تاخذ دكتوراه من استراليا مبتعثه من التعليم التطبيقي ما شاء الله وولده عمره 4 أشهر 5 أشهر مع زوجته اضطر يرسل اخته مع زوجته الحين موجودين من استراليا وهو بالكويت حاط ايده على خده
كل يوم يطالع صورة حمودي بالموبايل ويتذكر زوجته وده يروح. فيا ريت وزارة التعليم العالي بالتنسيق مع قنصليتنا ووزارة الخارجية الكويتية نعم. ترتب هذا الأمر بشكل أنه يخدم الطلبة وما يعرق الطالب، ما عليه شيء، لا هو إرهابي ولا عنده سوابق ولا عنده. وسبق كان باستراليا يعني قبل كم سنة كانت زوجته تحضر الماجستير الماستر باستراليا، كان معاها حصلت على الماجستير، أنا حصلت راح تأخذ دكتوراه. فلسبب مجهول هو وأمثال الكثر، ترى مو لوحده، في أكثر من حال، مو أنت يا بدر، لا معاه مجموعة كبيرة جدا. فنأمل من وزارة الخارجية بشخص معالي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية شيخ صباح الخالد إنه هذا الأمر يؤخذ بعين الاعتبار. مثل ما قلت حضرتك، الأمر لا يقتصر على أستراليا، دول أخرى مثل ما قلت أنت الولايات المتحدة وغيره وغيره وايد واجهوا مشكلة فيها. فشي يسوون الطلب هذين؟ ما بيدهم شيء. شو يسوون؟ هذا مرافق لزوجته، زوجته مع ولده الحين 4 أشهر هناك، شو يسوون؟ صار ما صار لا سمح الله. مصيبة مثل هالقضايا، لازم يعني يكون لدور وزارة الخارجية أيضا مكان. الخارجية بالتنسيق مع التعليم العالي مع قنصليتنا في أستراليا. صح. ينسقون مع الجهات المعنية في السفارة الأسترالية والقنصلية الأسترالية تسهيل مهمة شبابنا الكويتي اللي رايح للعلم. مرافق لزوجته ولا راح يدرس كذا كذا، أساس الأمور تتسهل، سهل على الناس الله يسهل عليك. نعم. سهل تسهل. أتمنى من الإخوان وزارة الخارجية والدكتور بدر العيسى يكون فيه اهتمام تنسيق والله مكتب يعني تنسيق لحل مشاكل. الدكتور العيسى مو مقصر، بس في يقول لك الإيد أحيانا الإيد الواحدة ما تصفق. نعم. وأنت بحاجة إلى أجنحة عندما تحلق يكون الريش قوي، تقدر تحلق في السماوات بشكل قوي وتحقق المراد. وإحنا من خلال برنامجك نقلنا. أتمنى يا رب. أتمنى والله أتمنى من القلب توصل الرسالة يا رب يا أبو أحمد. تعاونك مع البي بي سي والتقارير اليومية، شون هالتعاون الحلو هذا؟ والله جدا رائع، وعملت لي الحقيقة محطة عربية ممتاز. إنجليزية عربية بلغة رائدة، وأساهم يعني تقدر تقول بالأسبوع معدل من 5 إلى 6 مرات إن شاء الله. 6 أيام يعني أقصد، أقدم تقارير مختصرة تعليق مواضيع مختلفة طبعا، تعليق على سؤال يطرح أنا أعلق عليه، أبث اليوم لهم، يذاع في الغد. في أشياء ما تذاع طبعا حسب سياستهم، لكن معظمها يذاع. وفعلا البي بي سي عملت لي نوع من الشهرة البابليسيتي، يعني الناس ما شاء الله يقول بخالد سمعناه كذا، هذا شيء يفرح، لأن أنا يكفيني لما نطلع بالبي سي أقول أحمد شمس الدين صحفي وإعلامي كويتي. نعم. أنا همني اسم الكويت، اسم الكويت يطلع في البي بي سي والكل يسمع الكويتي بس، وما عدا ذلك هذا شيء مفروغ منه. شيء حلو. اليوم الإعلام له دور كبير، سلاح الإعلام اليوم خاصة في السنوات، سلاح خطير، أخطر سلاح، صك على البازوكا وصك على كل شيء، على كلاش، الكلاش بعد. أنا وياك. إي إي. إحنا دائما نقول للحكومة اهتمي بالإعلام، الإعلام رسالة عالمية. اليوم تشوف القنوات، في قنوات عالمية عربية بدون ذكر أسمائها تنقل سياسة هذه الدول إلى العالم، تدافع عن وجهات نظرها. إحنا وين من عالم الحرب الإعلامية اللي نعيشها في السنوات الأخيرة خاصة في الفضاء، حرب الإعلامية الفضائية؟ نعم نعم، مثل ما قلت حضرتك الإعلام سلاح قوي، إن لم يستغل بالصورة والشكل اللي يحقق طموحك كإنسان وكمسؤول وكدولة بشكل حضاري، ينقلك إلى 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 العالم الخارجي على أجنحة المحبة، أجنحة الرسالة الواضحة، هني يكون عندك خلل بصراحة أقولها. يعني إعلامنا الرسمي اللي يقود لواء الآن الشيخ سلمان الحمود بو صباح يبذل قصارى جهده للأمانة، قصارى جهده في تطوير الإعلام واستحداث الأفكار والبرامج واستحداث الكفاءات واستقطابها، ولكن أعتقد وهذا رأيي المتواضع أنه
مثل ما قلت لك مساء بحاجة إلى أجنحة يحلق فيها في سماوات العطاء. نعم. إذا ريشة اختلت اختل التوازن، وإن شاء الله ما يختل. ولكن قبل لا أدخل الاستوديو كنت قاعد مع الشيخ محمد نسولف في هذا المجال، إنه إعلامنا بحاجة إلى قوة. استمعت لنصائح جدا أخوية منه، نصائح رائعة جدا، بحاجة إلى قوة وبحاجة إلى انفتاح. حتى قال لي أحمد وينك عن برنامجك اللي كنت تقدمها بعد التحرير ضيف على الهواء والأمور هذه كلها، وناقشتك فيه كان من أجمل إيه؟ وأنا شخصيا الحمد لله يعني. الحمد لله كانت مساحة الحرية عندنا مفتوحة ومتاحة أكثر، يمكن لسبب كنا طالعين من غزو وبحاجة إلى أفكار وبحاجة إلى طموحات. ولكن نظل، ومثل ما قلت حضرتك، الإعلام ما لم يكن جريء، جريء في المعقول، في برواز المعقول، وإلا سيفقد قيمته. نعم. إنما حشو كلام وأي كلام يا عبد السلام، لا لا اترك عنك، أنا ما أحب أي كلام يا عبد السلام. خلني أرجع وياك مدام تطرقت، أرجع وياك بعد التحرير. أي الله، كنا نقعد وننطر أحمد شمس الدين، كنت تنقل هموم، تتكلم على الكهرباء، تتكلم بأسلوبك العفوي، تتكلم مع المسؤولين. كانت الدولة تتجه تدفع المسؤولين روحه وتكلموا عن إنجازاتهم، إيش قاعد تسوون. ما أنا هذا قلتك بعد التحرير. كانت الأوضاع مختلفة جدا، كانت الحكومة بحاجة إلى إظهار نشاطها من خلال من؟ من خلال المسؤولين. فبرنامج ضيف على الهواء اللي كنت أقدمه في تلفزيون الكويت، كان على الهواء، كان على الهواء، ضيف على الهواء، اسم على مسمى، كان الحقيقة يجد تشجيع من كبار المسؤولين في الدولة بلا استثناء. نكبرها حتى أذكر الله يرحمه سمو الأمير الوالد الشيخ سعد العبد الله، لما أروح لديواننا كل أحد كان يسميني الصحفي الطائر، الإعلامي الطائر، الإعلامي الطائر، لأن كنت أسافر مع الشيخ الله يرحمه سالم الصباح رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى والمفقودين كذا كذا، فكنا نغطي على كل الجوانب، فكنا منتشرين. إعلامنا الآن في ظل الفضائيات الخاصة ومنافستها القوية وبرامجها المميزة مثل برنامجك يا محمد، ترى أنا ما قاعد أمسح جوخ ولا شيء، صار إعلامنا بحاجة إلى دفعة قوة أكثر. ما نبي نرجع ليه وراء، ما نبي نرضي مصالح ناس على حساب ناس، لا لا، ما دام ان شخص جاي وجاد يبي يقدم شيء للوطن ادفع فيه للامام. انما والله امشي مصلحه لان هذا صاحبنا وهذا ولد عمنا، ها؟ وبعدين لا تدق نسلف اكثر ابو احمد، ها؟ لا تدق نسلف. قاعد استمتع انا، ما انت اللي قاعد تروح، انا ما قاعد استمتع. لا خذ راحتك. زين، انا اهم شيء عندي الكويت، انا ايدي الكويت الى الامام. من المسؤول اللي شديت وياه في برنامجك؟ يعني حسيت شوية يعني مو على قد المسؤول، حاولت انك يعني تدفع انه يتكلم؟ والله متى تقصد؟ ايام البرنامج، ايام بعد التحرير. بعد التحرير والله كل المسؤولين للأمانة ابو احمد اللي التقيتهم من وزراء ومسؤولين وفنانين، ترى برنامجي ما كان يقتصر على صح، جبت فنانين، جبت نبيل شعيل، جبت عبد الله الرويشد، جبت على عبد الكريم عبد القادر، عبد الكريم عبد القادر بشيت على هوا ابو خالد يا لما حطينا على اغنيه وطن النهار بكى على الهواء. جبت فنانين، جبت الله وطن النهار، خالد النفيسي، وطن النهار ما زلنا لحد الان لما نسمعها نرجع 26 عينك تدمع يا ابو احمد، تتذكر امور. اي اتذكر ذيك الايام، عيوني تدمع لما اسمع وطن النهار. وهذا اللي خلى الله ما يسيب الخير اخونا ابو خالد الفنان الكبير عبد الكريم عبد القادر لما طلع وحطينا له وطن النهار، عيونه دمعت على الهواء. وين كنت في الغزو احمد؟ بالكويت. صامد. صامد ولم اغادر، ولم اغادر، لان تراب الوطن بالنسبه لي شيء غالي جدا يا ابو احمد، غالي جدا، غالي جدا. يوم صار التحرير كنا نذكرها، يوم رحنا ساحة العلم والقوات العراقية بينك الأيام ذيك موجود، تذكر الدخان الأسود كنا نقعد موجود. إيه موجود، وكنت موجود، وكنت ضمن فريق وزارة الإعلام
كنا نداوم بالفندق سفير وكونوا فريق لمرافقة الوفود الصحفية اللي جاية من الدول الخليجية وسواها، وأنا كنت مرافق للوفد القطري. وأذكر كانت صحيفة الراية القطرية ورئيس تحرير أيامها الأخ الزميل الصديق العزيز أحمد علي أبو علي معاه ستاف. وأذكر ركبنا باص ودانا للحدود للعبدلي، طبعا كان لنا تصريح خاص احنا كصحفيين، دشينا شفنا ما لم يراه الغير من الناس العاديين، طبعا كعلى ما يشوف شفنا الهوايل، منطقة خطرة كانت ذاك الوقت، شفنا الهوايل ابو احمد، السيارات المضروبة، وطبعا خلال هروب الطغاة والغزاة نالوا جزائهم، فصارت مثل ما تقول دراما حوبة. اي حوبة، الحمد لله انا اتشرف انه كنت من اول من افتتحنا الاذاعة بعد التحرير، ومن اول من ساهمنا بتلفزيون الكويت، ومن اول من سافرت مع الشيخ احمد الحمود لعرعر لاستقبال 5000 اسير. كنا مع الشيخ احمد الحمود مجموعه من رجال القانون وضباط وزاره الداخليه والاعلاميين باستقبال الاسرى، استقبلنا 5000 اسير. كل الفئات من ضباط من 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 لمدة شهر مع الشيخ أحمد الحمود محمود الله يمسيه بالخير. إيش فكرة البرنامج اللي شون بدت شون طرحتها وجهت من كان وزير الإعلام في ذاك الوقت بعد التحرير؟ أيامه كان الله يمسيه بالخير أخوي بدر اليعقوب بعد التحرير، لا تحية خاصة بدر اليعقوب. فكرة البرنامج وشجعني للأمانة، شجعك اتجاه ودكتور ما شاء الله شجعني بشكل كبير، وجاء بعده الله يرحمه الشيخ سعود الناصر أبو فواز. شوف مدام تحصل على تشجيع، بس تشجيع شنو؟ أنت تستحقه، مو تشجيع ما تستحقه. فالحمد لله الأمور كانت ماشية زي القشطة والحلاوة على ما قالوا أهل النيل وميدان التحرير. نطلع فاصل إعلاني شوي نطلع ونرجع نكمل من الساعة الأخيرة. فأعزائي المشاهدين فاصل ونرجع لكم. أنا قاعد أتكلم على رمضان أنا وأخوي أحمد. أرجع على الإعلام والأيام البرنامج، هل تم توقيفه ولا نظام انتهت الفترة البرامجية وخلاص انتهت؟ تدري تلفزيون الكويت يمشي على نظام الدورات. أنا والله استمر البرنامج وايد، يعني احنا بدينا فيه تقريبا وارتبطت الناس فيه ترى وايد بعد التحرير، كان على مستوى دول مجلس التعاون ما في برنامج حواري جريء بالطريقة هذه. نعم استمر والله كم سنة استمر، وكنت يعني وكنت أقدم برنامج ثاني تسجيل اسمه من مثلهم. شنو البرنامج؟ عبارة عن انتقل إلى المواقع اللي كانوا يشتغلون فيها بعد الغزو، إعادة وتصليح المنشآت والمدارس. وايد الفكرة هذا أيضا كنت أسويه، ألتقي بالناس اللي تكون بالساحة بالميدان والتقي فيهم من مثلهم، كنت أشجع الكفاءات هذه اللي تعمل من أجل الكويت، من أجل إعادة بناء الكويت من مثلهم. وأيضا هذا كان برنامج جدا ما شاء الله تمام. توقف الضيف على الهواء، بعدين بدينا برنامج اسمه بدون مجاملة. هذا أيام الله يمسيه بالخير أخوي الدكتور أنس الرشيد أبو أحمد. كان أسبوعي هم لايف على الهواء، كان رائع جدا. بعدين يا الله يمسيه بالخير أستاذي أبو طارق محمد السنعوسي كان يوقفه. قلت له شكرا شو أقول له. وكنت أقدم برنامج وأحمد اسمه ليالي المارينا، كنا نقدمه من المارينا مول عند المارينا كريسنت عند البحيرة، نصبين ديكور هذا ب 2006، الجو كان بارد حلو، كنت أجيب مجموعة من المسؤولين من الضيوف من الفنانين. وأذكر أني أنا آخر من استضاف الله يرحمه الفنان خالد النفيسي الله يعني. راح نتحاور وياك كثير من الغلاء، لكن عندي مداخلة
تفضل. تفضل. ايه. الو. الو، مساك الله بالخير اخوي جابر، شلونك؟ شخبارك؟ طول بعمرك يا اخي. كم مره دعيناك انت تزعل تغلى علينا؟ لا لا لا، المشكله ما تدعوني الا وانا مسافر. يعني انا تدري انا امانه اني احبك واحب يا بعد قلبي يا بعد قلبي. ويعني الكلام الصريح اللي دائما تطرحه للمشاهد الكريم يعني هذا انما يدل على شفافيتك ومهنيتك صراحه ابو احمد. يا بعد قلبي، عن قريب ان شاء الله بنقعد 4 ساعات انا وياك. حاضر، ولا يهمك ولا يهمك. وبعد تدري انتخابات جايه والجماعه بعد خلاص. اي الحين كل يقولون السيزون الحين اللي بيطلع يدش ويانا بشراي. هذا الى مباشر، احنا دائما في هذا العمل عمل انتخابي لازم نحط هذه ساعه صفر انه بكره ممكن تصير ممكن كل شيء يصير دائما. كل شيء يصير. انا ابو احمد طبعا فضل. قليل المشاركه والمداخلات. ولكن هذا الشخص اللي قدامك هذا انسان راقي، واعتبره انا من اطيب الاعلاميين اللي اعرفهم والاصدقاء يعني بعد. انا ايدك. هذه بوسه على الهواء. بوسه على الهواء جابر اخوي. الله يسلمك. على جبينك. حبيبي جابر. تفضل اخوي جابر. تفضل. طبعا هو طبعا انا بس بتكلم عن مفهوم الاعلامي، يعني حتى احنا ان وصلنا لدرجات كبيره طبعا ما نقدر نوصل على مثل رحمة الله عليه رضا الفيلي أو نعم. الأستاذ مبارك محمد الشنعوسي نعم. نعم. لأن هؤلاء الناس مارسوا الإعلام الحقيقي صحيح. سواء الصحافة والإذاعة والتلفزيون وإلى آخره. إحنا يعني في النهاية نبقى تلاميذ حق هؤلاء القامة يعني في عالم الإعلام الكويتي. نعم. أنا بعد أعتبر أبو خالد أحمد شمس الدين من ضمن هؤلاء فعلا، يعني خلينا نقول الصف الاول هو الصف الثاني، احنا الصف الثالث اذا مو الرابع بعد، يعني اخر شيء طالع الحين تونا بالروضه الحين. اي نعم. فصراحه يعني ابو خالد اول شيء رجل انا احبه واحب طيبته واخلاقياته وانسانيته، وهذا اللي ما تلقاه في اي يعني اعلامي اليوم للاسف. يعني والله وبعدين ابو خالد متواضع جدا، هذه ميزه يعني صدقني انا ما شفته، كل ما وعده بروح له ما ادري حصله، بس انا هذه شهاده حق لازم اقولها في هذا الرجل طالما جت الفرصه اني انا اليوم وانا توني قاعد وافتح التلفزيون واشوف هذا الانسان انتم تقابلونه صراحه ابو احمد. نعم. يعني برافو انه جبتوا يعني من هؤلاء الناس يعني صراحه اللي يترون الاعلام الكويتي بطروحاتهم وفكرهم واخلاقياتهم الى اخره يعني عموما. نعم. بس انا شهادتي مجروحه في هذا الرجل، واحب اقول على الهوى يا ابو خالد انا مشتاق اني اقعد وياك واشوفك وانت الصديق يعني حبيب. تسلم اخو جابر، وانا يشرفني اشوفك، وكلامك الحقيقه يعطيني دفعه للامام من اجل اعلام وصحافه كويتيه رائده في خدمه هذا الوطن الحبيب وتراب هذا الوطن. اخوي جابر طول بعمرك جدا، اخجلتم تواضعنا اخوي جابر للامانه. اخوي جابر مشكور على مداخلتك الكريمه. حاضر. وقريبا ان شاء الله تكون معنا ان شاء الله. حاضر باي وقت. انا حاضر يا ابو احمد، وحتى لو مسافر بيلك بالطياره اسوي لك اللقاء. حاضرين حاضرين. شكرا لك اخوي جابر. يلا تصبحون على خير. وانت من هلا. ارجع لموضوع مهم، كان لك لقاء مع عبد العزيز الصقر والشخصيه الثانيه خالد الحمد والحمد والفلي. والفلي حسدتك على هذا اللقاء، حسد اعلامي. الله انت قعدت شفت اللقاء شلون؟ يعني تكلموا والله يرحمهم عن تاسيس الكويتيه. شلون خذيت اللقاء هذا؟ شلون طال عمرك مناسبه مرور 40 عام على تاسيس مؤسسه الخطوط الجويه الكويتيه بالتنسيق مع العلاقات العامه في الخطوط الكويتيه. ورحنا لهم في غرفه تجاره وصناعه الكويت. جبله. اعرف المبنى القديم. المبنى القديم. بالتنسيق طبعا 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 ترتيب ورحبوا جدا، وكانوا معي جبتهم في اللقاء. احلى لقاء والله احلى. اعتقد ارسلته لك قبل. ارسلته وشفته وكنت شايفه. انا ارسله لي اخوي فوز التميمي. نعم. ابو يوسف الله يمسيه بالخير. فقمت انا عممته بطريقتي الخاصه على الناس الطيبين شرواك. طول بعمرك. لان فعلا نتكلم عن مؤسسين. اشخاص لهم وزن على ان اسهامات ان شيء من اجل الكويت في مجال الطيران والخطوط الكويتية وكذا كذا، وكلامهم كان موزون. يعني كل كلمة تطلع منهم ناس لهم مكانة خبرة تجربة سنوات عقود من الفكر، عقود من الإنجاز، عقود من العطاء.
أخرجت لنا المؤسسة الخطوط الجوية الكويتية اللي الكل يفتخر فيها طبعا، هذا خدماتها الرائدة كل شيء قبل مو الحين. لقاء غير هذا اللقاء تميزت فيه أخوي أحمد وما تنساه في تاريخك الإعلامي؟ أنا والله أجريت كثير من اللقاءات. خلينا نتكلم عن لقاء خالد النفيس الله يرحمه. إي الله يرحمه. هذا الإنسان يعني. أنا خالد النفيسي على فكرة كنت في زيارة إلى المغرب، زيارة صحفية، ورحت له ببيته في الرباط وقعدت معاه وتوطدت علاقتي فيه من ذيك الأيام، هذا الكلام من بالثمانينات طبعا. بعدين لما جبت على الهواء أبدع أيام أبدع الله يرحمه، وغرد أيام تغريد بروح طيبة بكلمات الله يرحمه يعني وطنية بعيدة عن التزلف وبعيدة عن التلميع وبعيدة عن البهرجة الإعلامية، كل كلامه كان وطني جميل حقاني لأجل الكويت وإعلام الكويت والفن الكويتي الجميل الرائد. فكان هذا آخر لقاء مع الله يرحمه خالد النفيسي ضمن برنامج ليالي المرينة وكان برمضان. الله. فهذا اللقاء اللي جدا أذكره وايد جدا جدا. وأيضا لما كنت بالإذاعة أنا آخر من أجرى لقاء مع عوض دوخي رحمة الله عليه، اتصلت فيه الله يرحمه لما كان بلندن يتعالج. اتصال هاتفي سويت له لقاء كيت كيت وعن المستشفى ومتى بيرجع الكويت وتكلم عن الكويت وهو على التلفون بكى ومش عارف ايش وبكانا معاه وبكى المستمعين. بعدين سمعت بعد فتره انه اعطاك عمره من اللقاء. هذا 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 القدر وهذا قدر. فهذه اللقاءات الحقيقه مرتبطه بذهني وايد كثيره هي اللقاءات كثيره. بخبرتك الاعلاميه وتقابلت اساتذه ومؤسسين عوض الدوخي خالد النفيسي لو كنت تحاورهم شنو كانوا متشابهين فيه؟ عبد الحسين، عبد الحسين، سعد الفري، سعد طولة العمر الله يطول بعمره. لكن أنا أسأل شنو اللي يميز هذول الرجال المؤسسين عبد العزيز الصقر الحميد غير هذيل أعمدة. هذيل أعمدة ارتكز عليهم الوطن كل في مجاله وتخصصه وعطائه. شو اللي يميزهم؟ وطنيتهم ولائهم، وطنيتهم ولائهم، حبهم للعمل، إخلاصهم، مو طمعهم بشيء، لا لا، طمعهم إرضاء الكويت، طمعهم خدمة الكويت، هذا اللي يميزهم، ما في مصالح شخصية ولا شيء. وبالتالي الحي منهم اللي توفى الله يرحمه والحي منهم لا زال يعطي، نعم، ولا زال الوطن يكرمه ولا زالت أموره زينة، نشوفها من خلال التصريحات ومن خلال اللقاءات ومن خلال الـ 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 المسارح اللي على أسماء بعضهم. فالعملية كلها مثل ما قال متى ما ابتعدت عن المصالح الذاتية واتجهت لخدمة الوطن هنا الوطن بخير والمتابع بألف ألف خير. الله الله الحمد لله. الحمد لله رب العالمين. شلون تشوف الحرية الصحفية في الكويت؟ الصحافة شو تشوفها بالكويت؟ والله الحمد لله كنا في السابق عن تجربتي أنا عن خبرتي وعملي في صحيفة القبس صار لي فيها فوق 30 سنة القبس الحمد لله. الحمد لله الحرية متاحة والطرح متاح خصوصا من عندنا احنا. أنا متكلم عن نفسي أنا كمسؤول مع الباب المفتوح في القبس أنتقد الوزراء وأنتقد المسؤولين وأنتقد أكبرها وأسمنها ولكن في إطار القانوني معقول، إطار المعقول أجد منهم كل اهتمام وكل تجاوب من الصحيفة ومن ملاكها ومن المسؤولين وبالتالي تكتمل العملية كلها. المخرج يكون في النهاية وصحيح في يعني لا بديدة على ما قال ولكن هذه أمور طبيعية في الحياة. هذا الإعلام مو على طول الطيور تغرد تسكت وتهاوش الطيور لكن ترجع تغرد عدل حلو البلابل تتهاوش ترجع تغرد. أنا ليش سألت عن السؤال هذا؟ لأني يوم كنا في يعني
اسال عيالنا الحين بالثانوي تقرا الصحف؟ يقول ما اقرا الجرايد، شباب الجرايد. كنا صغار نقرا الصحف، يعني اذكر ناخذ الانباء القبس نقرا الجرايد هذه كلها. كان التركيز على الصحافه قبل فتره سنه 90 على الشان العالمي والعربي، كانت المانشيتات كلها عربيه وكلها عالميه، الاخبار المحليه كانت تاخذ الحظ الثاني، يعني خبر تحت حطه تحت، حطه انجاز الكويت لا حطه كبره بس حطه على الطرف شوي، خلها صفحه داخليه. شو اللي اختلف؟ انه قبل الغزو كنا مهتمين بالشان الصحافي الآن، وانتقلنا الى الشان المحلي، ركزنا على الشان المحلي. الاعلام الان اتسع فجذب شريحه كبيره من القراء والمتابعين نحو اجهزه الاعلام، نحو المذياع، نحو التلفاز، نحو الفضائيات، نحو وسائل التواصل الاجتماعي. هذه ما كانت موجودة قبل، هذه ما كانت موجودة. يعني كان ولو كانت موجودة كانت شحيحة وقليلة، فكان التركيز وين مثل ما قلت حضرتك؟ على الصحافة، والناس تقرأ، يعني تقرأ الجرائد وتقرأ الكتب وتقرأ الإصدارات وتقرأ. الحين حتى نسبة القراء مو على مستوى الكويت، على مستوى العالم إن كان عربي أو غربي ترى جدا خف. الناس صارت مشغولة بالهالموبايلات وبالهالواتسابات، أخذت الوقت وبالكمبيوترز وبالنسبة متعة قراءة الصحيفة أو الكتاب. بس أنا أتكلم ليش كنا قبل سنة 90 نهتم بالشأن العربي والعالمي، مانشيتات الصحافة كلها في الأخبار العربية والعالمية. اليوم صحفنا كلها تلقى المانشيت محلي، الأخبار العالمية أو العربية صفحة داخلية ما يخصش. لا هو أبو أحمد شو اللي غير؟ الكتاب اللي كانوا يشتغلون، العاملين، الأخبار أيضا أعتقد مع احترامي لرأيك لا زالت تأخذ مكانتها من الصدارة حسب أهميتها. يعني أول كان لها اهتمام، إيه؟ القضية تذكر القضية الفلسطينية، الصراع اليهودي، أمريكا، كان لنا توجه معين. هذا ما قلت لك طال عمرك. الآن أجهزة الإعلام جذبت أكبر عدد من المتابعين، فصاروا يتابعونه من خلال وسائل الإعلام المختلفة، كانت الفضائيات وسواه. فصار الشأن المحلي هو تقدر ما تقول الأساس والديدن، هو الخبر اليوم، هو الأساس، هو الخبر. حلو. فالناس تحب تقرأ شيء شأن محلي قبل لا تركز على الشأن العالمي، لأن لا صفحة للخارج، صفحة الخارجيات في الصفحات الأخرى، لكن استيل يظل الشأن المحلي هو المتصدر. تتوقع الصحافة الورقية تنتهي؟ اليوم قاعد نقرأ، اليوم تريد تدش على الموقع صحيفة القبس، الشاهد، الإلكترونية الورق. نعم الإلكترونية، نعم. الجرائد الإلكترونية كلنا قاعد نقرأها. تتوقع في أوروبا بدأت الصحافة الورق، بعض الصحف تنهي موضوع الورقي وتتجه الى الجرائد؟ صحيح، الالكترونيات. الالكترونيات تتوقع ممكن ياثر؟ ممكن. ممكن ممكن خلال الفتره اللي ممكن الفترات القادمه باكر ما ادش عند الصندوق اخذ جريده قاعد اقراها لا وانت قاعد بالموبايل طلع الاخبار اللي تبيها وتدش على القبس الالكترونيه وتدش على الصحيفه الاخرى الالكترونيه كذا كذا وانت قاعد، وقبل لا تصدر الجريده بالليل مال ثاني يوم الاخبار عندك اوريدي. بس لها لذه الصحيفه الورقيه؟ لا غير طبعا، يكفي انك تسمع صوت الجريده، يعني خاصة لما يقول لك يا الصبح كذي لها لذة غريبة عجيبة. لا تظل الصحيفة لها طعم خاص، لها لذة خاصة مثل ما قلت حضرتك، لها صوت، صوت صوتها موسيقى، صوتها موسيقى، صوت الجريدة موسيقى، لا لذة. الحوار وياك ممتع استاذ احمد. ايش رايك في الكتاب خلينا نقول الاعلاميين الكويتيين؟ نعم. ايش رايك فيها؟ ايش رايك فيهم بالوقت الحالي؟ ايش رايي بالاعلاميين الكويتيين؟ الاعلاميين الكويتيين فترة الأخيرة والله والنعم فيهم، يبذلون قصارى الجهد بس يبون توجه وتوجيه. من توجه وتوجيه. التوجه هنا يطلع من المسؤولين، توجه نحو خدمة الإعلام الوطني المحلي الكويتي والوطن بشكل عام. التوجيه يعني يصير من الشخص نفسه، شنو اللي بباله، شنو اللي راسم له. والتشجيع، ترى التشجيع عنصر هام جدا. نعم. تشجيع بدون مصلحة وإذنك خشمك والحكي هذا الملون اللي صرنا متعودين عليه. يعني لو أخذت الأمور بشفافيتها ببساطتها
لكل من يرغب للعمل في الجهاز الصحفي والإعلامي ولقى التشجيع القوي صدقني راح يعطي أكثر مما يتوقع. والكلمة الطيبة الأيام ترى تكسب، تكسب الإنسان. اعمل طيب تلقى طيب، على يدك. شجعني الله يشجعك، احبطني الله وديك ورا الشمس. الكلمة الأخيرة وياك أخوي أحمد، شل ببالك في سؤال ما سألتك إياه؟ ما تكلمنا عن دواوين الديرة الجميلة، معي دواوين الكويت العامرة. أنت مش ساعة تقول باب المسؤولين، إيه؟ ولكن تلتقي بكبار المسؤولين في بعض دواوين كبار رجالات الدولة. إيه هاي ترى على فكرة شغلة تتميز فيها الكويت. يكفي لما تدش ديوانيه من الديوانيات تلقى أكبرها واسمنها وتسلم عليهم بكل عفوية وبكل بساطة. وزير تبي تكلمه موجود، ممكن تقعد يمه وتختلي فيه وتقول له والله كلمتين كذا كذا كذا. فالدواوين عندنا الحقيقة شيء نفتخر فيه ونتمنى من البارئ عز وجل أنها تستمر لأجل مصلحة الوطن وتجميع أهل الوطن. والكويت تميز بالدوانية، كل ما سألت قال يا حلا دواوينكم. طبعا يعني والله يعني أعطيك مثال بسيط، يا حلا دواوينكم. ديوانية سمو الشيخ سالم العلي، نعم، كل ثلاثاء بطائحة قرطبة دش سمو مو موجود وكبار مسؤولين الدولة موجودين، تروح تسلم عليهم واحد واحد، يمر يمك لا سكيورتي ولا شيء، بكل عفوية وكل بساطة، ويبتسم ويك لا يعرفك ولا تعرفه. نعم. فهذه شغلة احنا أنعم الله فيها علينا بالكويت. نعم. وغيرها من الدواوين الجميلة الرائعة، هذه شغلة حتى عسى الله يحفظها ويديمها لنا. آمين. حتى حرص الإعلامي اللي قابلهم برا يقول إحنا نحب نزور الكويت برمضان عشان روح دواوين. قال لي يقول دواوينكم متعة. أي يقول نزور دواوين الشيوخ التجار ربعنا يعني لنعرفهم، قول متعة نلتقي هالديوان كأنها مجموعة إعلامية صحفية جميلة، شرائح المجتمع، كل شرائح المجتمع تتواجد في الديوان، وتشوفهم الخليجيين إيش كثر يكون في يوم الأثنين. نعم. في في ألتقي فيهم أنا. يقول أخ أحمد اللي عندكم هذا مو موجود عندنا. نعم. مو موجود عندنا. وتصبح الديوان حوار للنقاش. إي طبعًا طبعًا يدور حوار، يدور نقاش بدون تكلف بكل عفوية بساطة. رياضة ثقافة والكل يناقش سياسة، بس السياسة تياسة وبعد عن أحسن سياسة تعور راسك. الأستاذ أحمد شمس الدين شكرا لك على حضورك، أنا سعيد جدا إن شاء الله نلتقي دائما على الخير، وسلفا مبارك عليك الشهر على المشاهدين كلهم، وانت كل عام وانتم بخير وعسى الله يدوم عليك وتعود إن شاء الله. شكرا. مشكور أستاذ. شكرا. أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية برنامج وجه لوجه، نشوفكم باكر إن شاء الله، ادعو الله أن يحفظ الكويت أولا ولا يصح الحال.